كما عودتكم جميعاً مجموعة مغاربة في الإمارات بقيادة السيد أحمد الملولولي، اسمحوا لي ضيوفنا الكرام، سلام الله عليكم، حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الملولي نيابة عن مجموعة مغاربة الإمارات، تحتفل المجموعة بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء في موسمها 8 بحضور نائب السفير جلالة الملك بأبو ظبي والقنصل العام للمملكة المغربية بدبي، وحضور شرفي لسمو الشيخ حميد بن خالد القاسمي وعموم الجالية المغربية، مشكورة على هذا الحضور الكريم. احتفلت الجالية المغربية مقيمة بالإمارات بمبادرة من مجموعة مغاربة الإمارات بالمرة 8 للاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المدفرة بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي. وكانت هذه مناسبة لتجدد الجالية المغربية المقيمة بدبي والإمارات الشمالية تشبتها بمغربية الصحراء والوحدة الترابية وتجنيدها وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله دفاعا عن الوحدة الترابية. وكذلك شكلت هذه الفرصة مناسبة للتواصل فيما بينها وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. خلل هذا الحفل عدة فقرات فنية وكذا تكريم أطر مغربية في قطاع الصحة تعمل لدى وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية. في خضم هذه الذكرى المسيرة الخضراء حدث من ذهب قام عليه شعب عجب ومليك بالفكر ضرب، فهنيئا لعروبة المغرب. ففي هذا اليوم الأغر يسعدني أن أشارككم أحبتي المغاربة المقيمين بدولة الإمارات العربية الشقيقة وضيوفكم الكرام احتفالات المملكة المغربية بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المدفرة تخليداً
لملحمة ملك وشعب أبيا وفي ظرفية تاريخية صعبة إلا أن يستكمل الوحدة الترابية للمملكة الشريفة التي تضرب جذورها في عمق التاريخ المغربي المجيد. اليوم احنا هنا كنحتفلوا بالمسيرة الخضراء للموسم الثامن هون في الإمارات. مجموعة مغاربة الإمارات كتنظم هذا الاحتفال هذا كل سنة لمدة 8 سنوات، وهذا شرف كبير أن نحتفل نتعامل معهم كل سنة هنايا ونشارك معهم الفرحة. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه تحية للمغاربة العالم داخل وخارج الوطن، تنقول لهم ذكرى مسيرة الخضراء سعيدة ومبروك علينا. شرف اليوم بحضور الجالية المغربية معنا في الحفل اللي كان بمناسبة المسيرة الخضراء. شكرا جزيلا للحضور الكريم، وشكرا للناس اللي كانوا معنا ونظموا هذا الحفل، وشكرا للناس اللي كانوا داعمين هذا الحفل قلبا وقالبا، وشكرا لكم كامل على الحضور ديالكم، جزاكم الله كل خير. شرفتونا فأنتم في بلدكم ولنتم بغرب في دولة الإمارات، فأنا سعيد جدا بحضوري معكم اليوم، ويعني أفرحتوا قلوبنا، وما شاء الله المغنيين المطربين والأطفال، يعني شعب عظيم وتاريخ عظيم بين دولة الإمارات والمغرب الحبيب. شكرا لكم.